وجيد هون الفت الانتباه لمسألة، انه كثير من الناس البشر يعني دائما الاشي المحسوس لهم، الاشي المحسوس لهم بيسيطر على نفسياتهم وعقولهم. المحسوس دائما الدين كان يجي شو يعمل الدين؟ يعطيك افاق مستقبلية مشان يخرجك من سيطرة ايش؟ المحسوس. بشوفوا اليوم امريكا واوروبا قبل ما يصير في انهيارات اقتصادية في 2008، ما احد بصدق هدول اللي كذا تريليون دخلهم هدول بنهاروا هيك بصيروا الناس مش مدركين، بيعرفوش. جد دين دايما شو بيعمل لك الدين؟ بعطيك افق، افق. لما بتكلم الدين عن الغيب مش مشان الناس تقعد ابدا. اكثر ناس كان عندهم نبوءات غيبية معطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكانوا لم تعرف البشرية ام حيوية مثلهم مثل الصحابة. فدائما النبوءات على فكرة شو بتعمل؟ النبوءات بتمنع يكون في يأس واحباط. هو وانت الناس على فكرة بتستسلم وبتبدأ تقبل انها تقتسم يعني الاشي اللي الها مع اللصوص، وانت لما بتيأس انها هي يعني ممكن تاخذ حقوقها تيأس. فانت اهم شيء دائما الناس ما تيأسش ويظل عندها الامل. والقرآن من اول يوم لما نزلت السورة والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان بيتكلم عن ايام نهاية، دليل على انها من اخطر الايام ومفترق تاريخي لما بتنحل المشكلة الفلسطينية، بمعنى انه العالمية الاسلام الثانية واقتحام الاسلام العالم كله كفكرة، لانه العالم مش راح ينسى انه كل الافكار سقطت امام الصهيونية وتحت اقدامها الا امة واحدة. شو قصتها وليش عندها مناعة؟ مناعتها في ايش؟ مناعة هذه الامة في ايش؟ في علومها يعني؟ في التكنولوجيا اللي بين ايديها؟ لا، مناعتها في عقيدتها اللي بيسموها فلسفتها القوية هاي ونظرتها وافقها المستقبلي. فاهمة الامة مش عم تاخذ ولا بتعطي. الزعماء اللي باخذوا بيعطوا يأسين مش عارفين. مش قلنا في اخر سورة الروم ايش قال؟ اخر سورة الروم وقرأناها عدة مرات، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما بيوقنش خلاص انتهى الموضوع، ولا في اخف منه الان. وبالتالي القرآن لما تكلم الأقصى وباركنا حوله وظيفة هاي، ادرس تاريخه وشوف. دايما هون زي ما قلنا نابليون اللي كان بيحتل الشرق كله احتل مصر، احتل مصر مليون كيلومتر مربع، احتل مصر. لما جاء هون ما صمدش اشهر هون وكان نيته ايش؟ الشرق كله. والتحدي المعاصر هذا تحدي غربي، واسرائيل كانت هي واليهود يعني اداة من ادواته. بس الان الغربي نفسه بدأ يشعر انه كان غلطان ومشروعه فاشل اصلا. هم الان بتكلموا عن زواله، هم الان بتكلموا عن زواله. ليش؟ لانه هو اللي بيعرف اني انا صنعت هذا المشروع من اجل 1 2 3 4. فبالتالي هو اللي عارف انه هذا المشروع الان خاسر. بحسبوها وعلى ضوء ايش؟ على ضوء النهضة، نهضة الأمة. وانتوا بالكم نهضة الأمة هاي اللي الآن بيشككوا فيها قاعدين، واللي مداها راح يكون في اتجاه الخير وبيشككوا فيها من هون من هون وبيهاجموها وبينهشوها. ثورة الأمة هاي برضو أساسها إيش بالكم؟ أساسها هون. ولا بالكم لما صار في ما يسمى بالفضائيات واللي من قبلها يعني نظام عالمي جديد والانترنت وكذا واتصالات وكذا، وبدت الناس في العالم كله تشوف الشعب الفلسطيني هذا يقتل ويذبح وا 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 وكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. انتوا بالكم هذا ما صنعش يعني؟ هو كيف الناس ثارت اصلا ضد الصليبيين؟ كيف ثارت؟ من كثر ما شحنت. الصليبيين قتلوا 70,000 في المسجد الاقصى، وكانوا ناس ايش تنتشر في العالم الاسلامي. اضطهدوا. انتوا اليوم الأمة مليارين، المسلمين على فكرة مليارين، مش زي يقولوا مليار ونص، أنا حاسبهم من سنتين، مليارين المسلمين. هذول المليارين اليوم بتفرجوا قديش لهم بتفرجوا على المسلمين من بداية الانتفاضة وهم يضطهدوا، وما كانتش حتى ظاهرة الفضائيات ثم ظهرت.
وغزة ومش غزة وهون وهون وحصار ومش حصار وتدمير ودمر وقاحة. مين اللي يشوف هذا؟ الشعوب كلها. انتوا بالكم اللي بيصير الان في الشعوب؟ مين اللي صوروا؟ مين اللي صوروا؟ انتوا هون، هاي الارض هي اللي صورت. وبالتالي اليهود الان والمفكرين عندهم مدركين انه شو بيقولوا بالانجليزي؟ جيم اوفر ولا جيف اب؟ ها؟ اللي هو مدركين هيك هم. والذين لا يوقنون مش مصدقين. طب ما دام انه مخليهم يصدقوا، قديش حاولتوا تحلوا القضيه؟ بقول لك حاولنا كثير كثير كثير. ليش مش قادرين يحلوها؟ ليش لا تزال القضيه كانها بنت اليوم؟ شو تفسيرها؟ ما هي انحلت كل القضايا في الارض، كل القضايا في الارض. وبعدين ليش كل العالم، كل العالم بالإشي اللي بيحدث هون الاعلام بصير ايش؟ العالم كله. الصيني بيعرف اليوم، الصيني ممكن يجهل كثير من قضايا العالم، بس هون بيعرف، والاوروبي بيعرف، والامريكي بيعرف، والروسي بيعرف، والافريقي بيجهل شو بيحصل في افريقيا وبيعرف شو بصير هون، لانها هذه ارض لها وظيفة. فبالتالي المسألة بتنتهي هون صح، فيش مجال تنتهي غلط، فيش مجال. حتى لما بتتأخر شو المقصود؟ تصعيد وعينا. لما بتتأخر مشان احنا كمان الشوائب تطلع. هلقيت قديش شوائب طلعت من نفوسكم وعقولكم؟ قديش شوائب طلعت من نفوسكم وعقولكم؟ قديش افكار الان احنا نرفضها بقينا في يوم من الايام كانت مخذة مساحة من عقولنا ونفوسنا؟ قديش جماعات كانت محتلة قلوبنا والان طلعت؟ مين هون؟ يعني منتراجع احنا؟ لا مش صحيح، لان القضية قاعدة الى درجة انه الشغل الطريقة المسألة بطريقة اعجازية مش قادرين يفهموها. حتى اليهود بفهموش على فكرة. شو يعني بفهموش؟ كثير هم كانوا يقولوا، قالوا طيب انقتل في رواندا خلال كم اسبوع او اقل ما يقرب من 300 الف لمليون، انقتل هون 100 الف هون كذا، احنا بنقتل كنا ثلاثة اربعة، كن العالم صاروا يضبوا حالهم، كل ما يقتلوا يضبوا حالهم. بقول لك طب اشمعنى يعني؟ ها شوف انت، هاي السيسي قتل بيوم بالليل بساعة ساعة قد ما قتل اليهود في الانتفاضة كلها. وفي الانتفاضة كلها سنين انقتل ما قد قتل السيسي في لحظات، في لحظات. قديش قتل؟ وشوفوا لي قديش في الانتفاضة يعني الأولى، بلاش الثانية ها اللي أخذت سنين، اللي أخذت سنين. فتخافوش، إن الله تكفل لي بالشام وأهله، والأقصى بيمنع أي غلط وبسمحش، وهذه أرض مباركة مقدسة إلها قانون. مش عم بفهموها، مش بفهموا قانونها.